إذن مشاهدين أخذ خبر عني؟ اشتاقت للتمر. لا حخلص أوكي الخبر أوكي. إذا ننتقل إلى موضوع آخر حيث نبقى في فلسطين هذه المرة، حيث ينشغل مصممون شبان بعمل مصنوعات تقليدية إلى جانب منتجات يدوية الصنع مع اقتراب أيضا عيد الميلاد، حيث تحول دانا بركات صاحبة معرض التصميم الفني أعمالها في التطريز من الفساتين المستعملة القديمة إلى زينات أو زينة لشجرة عيد الميلاد. ويأتي هذا النشاط الشبابي في سبيل الحفاظ على التراث الفلسطيني وأيضا نقله للأجيال القادمة، والمشروع أطلق عام 2014 وتم تصدير بعض من القطع للترويج لهذا العام، ويأمل القائمون على المعرض في توسيع أعمالهم دولياً.